نعم أنس، طبعا نتواجد الآن في منطقة سياحية في أسواق الخضروات الموجودة بهذه المنطقة التي تشهد أسواق الخضروات في خلال شهر رمضان إقبالا متزايدا من المواطنين على شراء الخضروات عكس الأيام التي ليست في شهر رمضان. طبعا الخضروات في شهر رمضان يزيد الإقبال أو النسبة الشرائية تزيد عليها، ويزيد الاستهلاك من قبل المواطنين في المنازل لاستهلاك الخضروات نظرا لكثرة الموائد وأيضا دخوله في عديد الأكلات التي تطهى في شهر رمضان. طبعا الخضروات في هذا السوق لربما رأينا نسبة الإقبال التي شاهدناها من المواطنين على هذا السوق، أيضا الأسعار بحسب ما استطلاعنا لآراء المواطنين وأيضا للباعة بالنسبة للأسعار الخضروات ما زالت تحافظ على نفس النسبة باختلاف طفيف من يوم إلى آخر وليست باختلافات كبيرة، ما زالت الأسعار يعني مثل ما هي عليه منذ بداية شهر رمضان المبارك. إذا ما ألقينا نظرة بسيطة على بعض أسعار الخضروات في السوق، الطماطم بدينار ونصف للكيلو، أيضا البطاطا بدينار للكيلو، وأيضا البصل بدينار للكيلو، الفلفل بثلاثة دنانير ونصف للكيلو، كيلو الخيار بديناران ونصف، أيضا كيلو الكوسة بثلاثة دنانير ونصف، كيلو الباذنجان بثلاثة دنانير ونصف، الملفوف بدينار، أيضا السلطة الخضراء بديناران ونصف، المعدنوس وباقي الخضروات النباتية بخمسون قرش للرزمة الواحدة الحزمة الواحدة. أيضا هناك الفواكه بالتفاح من ثمانية دنانير باختلاف نوعياته من ثمانية دنانير إلى خمسة عشر دينار للكيلو، الموز بسبعة دنانير ونصف للكيلو، كيلو الأجاص يبدأ من التسعة دينار إلى الخمسة عشر دينار باختلاف النوعيات، أيضا الخوخ من 5 إلى 8 دنانير للكيلو باختلاف النوعيات، أيضا المشماش ب 7 دنانير للكيلو، العنب يختلف من نوع إلى آخر من 12 دينار إلى 20 دينار للكيلو، أيضا العوينة من 8 إلى 13 دينار.